مشاهدينا الكرام لمتابعة بعض التصريحات الصحفية في هذا المؤتمر لوزير الخارجية المصرية السيد سامح شكري في العاصمة المغربية الرباط. كان طبعا لقائنا فرصة للتداول حول كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء متصلة بالقارة الأفريقية، منطقة الساحل والصحراء، الأوضاع والتطورات الخاصة بليبيا، القضية الفلسطينية، مقاومة الإرهاب وضرورة التصدي لكافة التنظيمات الإرهابية دون تحديد لمسمياتها. فالفكر في حد ذاته وهذه المنظمات كلها منبثقة من فكر متطرف واحد وتلجأ دائما إلى العنف في إطار الترويع ومحاولة فرض إرادتها على الشعوب. إن شاء الله يكون الاجتماع لتحالف داعش الذي تستضيفه المغرب ناجح ومؤثر في استمرار الجهود المشتركة للقضاء على هذه الآفة. وبشكرك على طبعا التعازي والتضامن المغربي مع مصر في إطار العمل الإرهابي الذي تم من يومين، وراح تحياته أفراد القوات المسلحة المصرية. سنستمر في دعم هذه العلاقة والتواصل المستمر بتوجيهات فخامة الرئيس وجلالة الملك، وسوف تتاح فرصة لأيضا تفعيل العلاقات والتعاون على مستوى المؤسسات التشريعية وكل المجالات الفنية، والزيارات المتبادلة سوف يكون لها بالضرورة إسهامها في الارتقاء بالعلاقة واستخلاص المصالح المشتركة ودفع جهود التنمية في البلدين. أنا بهني المغرب على ما حققته خلال السنوات الماضية، سواء في إطار مواجهة جائحة الكورونا، لكن أيضا في إطار الارتقاء بالتنمية والاقتصاد وتحقيق معدلات تحقق طموحات الشعب المغربي. ومصر أيضا حققت خلال السنوات الماضية، ولكن نواجه ظروف وتطورات دولية لها أثرها البالغ على الأمن الغذائي، على جهودنا في تحقيق معدلات تنمية. وبالتأكيد أن رؤيتنا المشتركة في تواصلنا مع شركائنا الدوليين من شأنها أن تظهر صوتنا وتؤدي إلى قدرتنا على مواجهة هذه التحديات. مرة أخرى بشكرك ومتطلع لمحادثاتنا خلال هذه الزيارة، وأيضا الالتقاء بعدد من المسؤولين المغاربة. بالتأكيد هيكون فرصة لتبادل الرؤى وأيضا دعم العلاقة. شكرا جزيلا.